هي كلمات أراد إيصالها مجموعة من الشباب الذين كانوا في زمن الثمانينات تلاميذا بالمدرسة الابتدائية للشهيد حيدر الجلالي المسماة بالمسجد التبيير بولاية غليزان، تكريما لمجهودات هؤلاء المعلمين. ارتأينا اليوم نديروا مبادرة تكريمية شكرا وعرفان للمعلمين والمدير ومنهم موظفين. قمنا بتكريم هذه اليوم قمنا بتكريمهم شكرا وعرفان لمجهوداتهم الجبارة. بالنسبة لنا احنا من كنا نقراو بكري وكاع الظروف تبدلت مش كيما دروك، حنا كنا نخافوا كنا نحشموا نقدروا المعلمين المدراء تاعنا. انا نظر على نفسي كي نشوف المعلم تاعي من بعيد ما كارتي نخاف نهرب من كثرة اللي نقدره بزاف بزاف، ونبغوا المعلمين تاعنا الحمد لله ربي احنا ماشي غير قراونا رباونا ثاني ونكنوا لهم حبا ومودته وكل شيء. مي دروك تبان لي انا الامور كانت تبدلت وكاع فيها العنف في المدارس الابتدائيه الثانويه ثاني مؤسسات كاع راه فيهم العنف ويسبوا المعلمين تاعهم عشان هذا الشيء، هذا سمو الانحلال الخلقي، احنا هذا الشيء ما كانش فينا بكري. المبادره التي نظمها هؤلاء الشباب نالت استحسان الشيوخ والمربين متمنين استمرارها. هذه مبادرة طيبة حسنة ويشكرون عليها، ونتمنى أن تدوم هذه المبادرة سنين وأعوام مديدة إن شاء الله. إذن هي مبادرة من شأنها أن تعيد ذاكرة الأجيال وتصل جسور المحبة والأخوة بين التلاميذ والمربين في جو أغوي بهيج، فتحية تقدير واحترام لهؤلاء لتبقى دوما مقولة من علمك حرفا صرت له عبدا.